بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا اسمي اسلام حنفي ودي قناه اسمها بتاع تكتيك. مش هنتكلم في تكتيك كتير بمناسبه ان احنا نتكلم على مباراه الاهلي وبورو الاسميده في دور ربع نهائي كاس مصر. عشان موضوع انك تتكلم في تكتيك في الاهلي وبورو الاسميده ومش عارف الدنيا بالنسبه لبورو الاسميده ماشيه ازاي، 10 لعيبه تحت الكوره والاهلي بيلعب ال 4 4 2. اهم حاجه في الاهلي النهارده بصراحه كان دفتر العربي بدر ناحيه اليمين، ودي بصراحه فكره من اللي انا بحبها جدا لموسيماني وقلت عليها دايما في وجود العربي بدر ناحيه اليمين ان هو يكون بديل كويس جدا لمحمد هاني بعد رحيل احمد فتحي. فكره ممتازه جدا انك تدي الواحد زي احمد نبيل الديفندر علشان خاطر احنا ما عندناش ديفندرات كتير، ما عندناش غير اليو تيانج بس. لو هنحسب حمدي فتحي ديفندر فعادي جدا ممكن نحسبه ديفندر مع ان ده مش مركزه الرئيسي، بس بصراحه كان عاجبني جدا الاثنين دول في بدايه المباراه ان هو بدا بيهم. اما الباقي فعادي يعني المشكله يدي لاحمد الشيخ قبل ما يتم التسويق وبيعه نهائيا، ويدي الوليد سليمان علشان خاطر متاح لك انك تلعب مباراه خفيفه نوعا ما زي دي. كويس جدا ان هو عطى رامي ربيعه، ورامي بقاله فتره بعيد، ومحمود وحيد اعتقد ان هو ما عندوش اي مانع انه ياخد مباريات زي دي، فعادي جدا. كانت مباراه حلوه يعني واللعيبه كانوا متدلعين جدا فيها. بتلعب بورو الاسمده، بورو الاسمده كابتن احمد الكاس عمل فرقه كويسه جدا، عنده جون ممتاز زي محمد طلعت. تقعد تسال نفسك كده يعني ان الدنيا حظوظ مثلا لما تلاقي مهاجم زي كارفالا ده وتلاقي واحد زي اليو باتجي وتقعد تقارن ما بين الاثنين، ايه الفرق ما بين الاثنين الشاسع قوي؟ ان واحد يلعب في الاهلي وياخد مرتب عالي جدا، واحد تاني يلعب في بورو الاسمده درجه ثانيه وياخد مرتب سيء جدا. الا يعني ان هي في شويه عمولات بتحصل في الصفقات الاجانب بتاع الاهلي، وده اللي بيثبت لك قد ايه مستوى جيرالدو داكوستا ومستوى اليو باتجي النهارده كانوا سيئين جدا. هما الاثنين سيئين بصراحه. فكره وجودهم في الاهلي فتره ثانيه الموضوع محتاج كلام كتير. بيعاندوا وهم مش عايزين يمشوا غير لما ياخدوا فلوسهم، ديانج باتجي لسه ما اتحكمش عليه ولسه مع موسيماني الوضع هيبقى بالنسبه له عامل ازاي. بس والله واضح يا جماعه، واضح ان الكوره مش حباه وناوي يقرفنا يعني. مشينا وليد ازارو جالنا اليو باتجي. انا مش زعلان خالص ان انا ما عرفتش ان انا احرز اهداف في فرقه زي بورو الاسمده الشوط الثاني وهم بيلعبوا 10، ما زعلتش خالص ان هم جابوا جون، بس انا بزعل شويه من حته ان اللاعب بيلعب ببرود غير طبيعي وما يبقاش عنده اي روح ولا حماس ان هو يزود النتيجه. ما ينفعش انك تبقى مخلص مباراه زي دي 2-1، ما ينفعش انك ممكن مثلا تلبس جون في الوقت الضايع، ما ينفعش. طب هات على الاقل الثالث وبعد كده اعمل اللي انت عايزه يا عم. انا عارف ان دي مباراه حاجه جدا الموضوع بالنسبه لك عادي، بتلعب قدام بورو الاسمده هم خايفين وهم بيلعبوا قدام النادي الاهلي، خايفين جدا مرعوبين من التيشيرت الاحمر اللي قدامهم. بيلبسوا الاول بيكشكشوا الورا الثاني، بيلبسوا الثاني بيقول لك والله كده كده خربت بعد الطرد ووليد سليمان لما جاب الهدف الثاني. انا خلاص نطلع بقى نهاجم شويه، وبعد كده قدروا ان هم يجيبوا هدف كانوا مطلوب منهم لاعب، خلاص اللعيبه بتاعتهم كانت احنا بنعمل اللي علينا، ما بقاش في اي ضغوط عليهم، فالمباراه كانت عاديه جدا ومباراه كانت نوعا ما سيئه بالنسبه لعيبه الاهلي. هتقول لي ما هو اللعيبه بتفكر في مباراه الزمالك، اقول لك ماشي عادي جدا نعمل الاعذار للعيبه في مباراه زي دي عادي جدا، بس انا من الناس الكلاسيك القديم اللي بحب اشوف لما الاهلي يقابل ابو قير الاسمده مس عليهم ب 4-5، انما ما ينفعش كمان انك تبقى مطرود منهم واحد وتخلص المباراه ب 2-1. تقول لي ما هو القوام الاساسي بتاعنا ما كانش بيلعب، طب ما حسين نزل واليو دانج نزل ومروان كمان نزل في النهايه، بس عادي ما حدش يقدر يتكلم ولا يقول اي حاجه. بس الواحد بس كله بيعتب عليه فنيا على اللعيبه ان هي فعلا كان عندها برود غير طبيعي ان هي تجيب الهدف الثالث والرابع، بس عادي ده انت بتشوفه في مصر. واعتقد ان بعد المباراه كله هيطلع يقول لك كويس جدا الاهلي عمله وشغل كابتن احمد الكاس وكلام كبير جدا من نوعيه اللي هو يا جماعه طب بالنسبه لعيبه الاهلي ما قصروش ان هم ما جابوش الثالث ولا الرابع؟ لا. طب بالنسبه ان هم كانوا عندهم ملل غير طبيعي وهم معاهم الكوره، طب بالنسبه لالي وباجي والكوره اللي عمال يضيعها دي، هل ليه مستقبل مع موسيماني؟ ما تمناش، لان واضح ان الي وباجي زي ما اتكلمنا لعيب الفينش بتاعه ضايع، فاحنا مشينا ازارو تاني علشان خاطر نجيب لعيب تاني زي ازارو الفينش بتاعه ضايع. اتمنى ملف الاجانب في الاهلي يكون واضح جدا، الاهلي مش محتاج لا استمرار جيرالدو داكوستا ولا محتاج استمرار اليو باتجي. محتاجين نتكلم كتير في موضوع ان احنا فعلا محتاجين نجيب طرف تاني جنب صلاح محسن، لو نعتبر من صلاح محسن احنا جايبينه مهاجم ولا جايبينه طرف. اتمنى ان الاهلي يدور على حته ان احنا ندور على نقطه الضعف بتاعه الفرقه في البدلاء، ان انا ما عنديش بدلاء. احمد الشيخ مباراه تقدر تقول عليها يعني بيدلع زياده، كان عنده دلع غير طبيعي جوه المباراه، بس محدش يقدر ينتج اي حد. انا ما انتجتش حد، معلش يعني بنقول ان هم يعني كانوا بيلعبوا باستعلاء شويه في المباراه، بس عادي لو الواحد قال كده يبقى الواحد مش اهلاوي. لا يبقى انا اهلاوي، واحلى حاجه عملوها النهارده ان احنا كسبانين بورو الاسمده بعد كفاح يابا، الحمد لله ان احنا كسبنا بورو الاسمده 2-1، الحمد لله الحمد لله. بس بيلعبوا 10 عادي يعني بنلعب بالاسين عادي ما عندناش اي مانع. طب مش متحمس ليه؟ واحد بيتفرج على ماتش الاهلي وبورو الاسمده في كاس مصر ما عايز يبقى متحمس؟ سعادتك انت بتقول ايه بالظبط؟ بالمناسبه يعني وانت بتقول كده مش تخسر حاجه لو عملت لايك، هو ماتش وعدى، والمهم ان الحكم فعلا رحمنا وبقى صفر بدري.